السلام عليكم، مساء الخير للجميع. الصوت واضح يا شباب؟ يا مرحبا مرحبا، الصوت واضح. جميل جدا. بإذن الله، خليني بس أبدأ التسجيل لحظة. إن شاء الله راح نبدأ الوحدة الثانية اللي تتكلم على نظرية المجموعات، وهذه تتكون من محاضرتين. المحاضرة الأولى راح تكون مفاهيم أساسية وش المجموعات. المحاضرة الثانية اللي بعدها بإذن الله راح تتكلم على العمليات على المجموعات، وش العمليات اللي راح نستخدم فيها. بس خلينا أبدأ في مقدمة بسيطة جدا. كلمة مجموعة أو مجموعات تتردد كثير في الأذهان. دائما تحاول لما تجي تتكلم تطلق على مجموعة، مثلا لما تشوف دوري تقول مجموعة الفرق للدوري، لما تيجي مثلا تشوف مجموعة الدول العربية، أو تيجي تشوف مجموع سيارات، أو تيجي تشوف مجموعة من الألوان. لما تروح مثلا إلى الكليات، بعض الكليات أو الجامعات تقول السنة التحضيرية، أو مثلا التخصص في مجموعة من المواد التأسيسية أو المواد الأساسية للتخصص، لاحظ يقول كلمة مجموعة. لما تروح مثلا إلى المكتبات لاحظ توزيع الكتب أو ترتيب الكتب، مثلا يقول لك هنا مجموعة الكتب باللغة العربية، هنا مجموعة الكتب باللغة الإنجليزية. لما تدخل داخل في تفاصيل إلى المكتبة تشوف الكتب هنا للتخصص، مثلا هي تخصصات الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأدب، تمشي بهذه كلها. يقول لك هنا مجموعة معينة، ترتيب معين خاص. معناها هذه كلمة مجموعة انتشاره واسع جدا في جميع المجالات، مو في مجال بحد ذاته. مثلا في الرياضيات كلمة مجموعة، لا، لاحظ في أي تخصص لا يقول عن استخدام كلمة مجموعة فيها، لازم تشوف كلمة مجموعة موجودة. بس لاحظ لما أجي أخذ الآن كلمة مجموعة وحاول أني أستخدمها رياضيا وشوف تعريفها رياضيا راح يختلف، لأن كل تخصص يأخذ الكلمة ويعرف على حسب احتياجه اللي عنده. في علم الرياضيات راح ناخذ هذا كلمة مجموعة، وهذا بحد ذاته علم أو فرع من فروع الرياضيات. ولاحظ هذا تعتمد على إيش؟ كثير من التخصصات أعتبر إيش؟ البناء الأساسي، لبنى من بناء إيش؟ التخصص في الرياضيات اللي هو إيش؟ المجموعات. الآن لما أجي الآن بعد ما أعطيتك هذه المقدمة، لو جيت وسألتك عرف لي المجموعة، وش المجموعة؟ ها شباب، اللي يعرف الإجابة يرفع يده. خلينا نشوف من بعض كلماتكم وبعض مشاركاتكم نقدر نكون تعريف المجموعة، أو كيف أوصف المجموعة. لو يجيك واحد يقول لك عرف لي المجموعة، تخيل جاء أخوك أختك جلس أسألك سؤال قال لك عرف لي المجموعة، كيف راح تعرفها له؟ اللي يعرف الإجابة يرفع يده. تفضل يا حسن. هو أي شيء مكون من اثنين أو أكثر. جميل جدا. يكون بينهم عمليات مشتركة أو خصائص مشتركة. جميل جدا. يعني أنت بتقول أي شيء بشكل جمع، يعني من جاي من إيش؟ جمع، ما زاد عن اثنين وثلاثة. لاحظ اثنين مثنى، بس أنت تقول لو زاد عن اثنين تجمع معين وفي بينهم من الخصائص المشتركة. جميل جدا. خلينا نشوف اللي بعدك. يعطيك العافية. تفضل يا حمد. ما في صوت يا حمد، المايك عندك بس ما في صوت. ايه الحين في صوت؟ موجود صوتك الآن، تفضل. مثل ما قال أخي حسن، مجموعة من تكون من اثنين أو ثلاثة يكون لهم نفس شيء محدد، أو جزء يكون مشترك بينهم، هم مشتركين في جزء. يعني في شيء بينهم مشترك، لازم يكون بينهم شيء مشترك. نشوف احنا الآن راح نحدد. طبعا التعريف في نظرية المفهومات، في نظرية المجموعات بشكل كبير ما في تحديد محدد بذاته، يعني أجي أحددها لك، لأن في بعض الشغلات في الرياضيات صعب أنك تحدها في تعريف معين. فأنا أقول لك هنا إيش المجموعة؟ هي تجمع من الأشياء المتميزة والمحددة. لاحظ، تجمع
من الأشياء المتميزة والمحددة مثل ما قلتوا أنتم، فيها شيء مشترك بينهم، يعني تكتل من الأشياء الحسية أو المعنوية. يعني مو شرط أن يكون شيء جماد، لا، حسي أو معنوي أقدر أسوي مجموعة. إيش ميزتها؟ اللي أميزها عن غيرها، ولازم يكون معيار التميز أو معيار التفاضل بينها دقيق وقاطع ومتفق عليه. لاحظ المعيار اللي نستخدمه عشان نوصف هذا لازم يكون المعيار دقيق وقاطع ومتفق عليه. معناه من هذا التعريف عشان يوضح أكثر للبقية راح ناخذ المثال الأول، وعلى ضوء هذا راح نطبق عليه التعريف ونشوف أي من الجمل التالية نعتبرها مجموعة رياضية أو ما هو الفرق بينهم. راح أعطيك مجموعة من الجمل وراح نتكلم على كل واحدة ونشوف شو اللي فيها. أول واحدة مجموعة الأيام الأسبوع، هل هذه نعتبرها مجموعة؟ هل هذه توافق التعريف اللي أطلقناه قبل شوي، نتجمع من الأشياء المميزة والمحددة أو تكتل من الأشياء الحسية أو المعنوية ويكون بينها معيار إيش دقيق وقاطع ومتفق عليه؟ ها شباب، صحيح يا سهل. تفضل يا محمد. إيه أشوفها مجموعة لأنها يعني تتجمع فيها أنها أيام الأسبوع، ويتجمع فيها ان الاسبوع اليوم الواحد كلهم 24 ساعه واكثر من شيء، ومعايير دقيقه وقاطعه، كلهم المعايير تطبق على جميع الايام فقط اللي يفرق المسمى. جميل جدا. يعني شنك تقول لي ايام الاسبوع متفق عليها اللي نطلق عليها السبت، الاحد، الاثنين، ثلاثه، الاربعه، الخميس، الجمعه، وكلنا ايش، ما في احد يقول لك ايام الاسبوع تسعه او ايام الاسبوع خمسه، صح ولا لا؟ وهذا يتفق نفس ما تكلمنا عليه في الوحدة الأولى، يوم جينا نعرف العبارة أطلقنا تعريف معين، لازم العبارة لها احتمالين، يا صائبة يا خاطئة، ما أقدر أجمع بينهم. فهنا متفقين، هنا ينقول صح ينقول خطأ. هنا نفس الكلام، مجموعة أيام الأسبوع واضحة للجميع، متعارف عليها. طبعا هنا يمكن إحنا باللغة العربية واضحة لنا، مثلا نروح لغة ثانية بدل ما يقول لك جمعة يقول لك فرايدي، معناها ما اختلف، معناها ايش، متفق عليها. وهذا المثال الاول واضح للجميع. خلينا نشوف المثال الثاني، مجموعة الاحرف الهجائية العربية. ها شباب، هل هذه مجموعة رياضية؟ لا يا استاذ، متفق عليها، وايضا ان هي محددة ومعايير دقيقة جدا وقاطعة. كم عدد حروفها؟ 28 حرف. جميل. واللغة الإنجليزية كم حرف؟ 26. معناها متفقين ان برضو هذه الحروف الهجائية متعارف عليها، وكلنا متفقين عليها ان تبدأ بالحرف الألف وتنتهي بحرف ايش؟ الياء. هذه الحروف الهجائية العربية. الآن المثال الثالث برضو، لما يقول لي مجموعة الاثنى عشر شهرا، كيف وضع هذه المجموعة؟ هل احنا متفقين عليها؟ هل هذه دقيقة وقاطعة؟ هذه تختلف ربما من منطقة إلى أخرى، ولكن الأغلب 12 شهر. يعني ما في زيادة، ما شفت واحد يقول لك السنة تتكون من 13، 11، 10 أشهر، صح ولا لا؟ قيل إن في التقويم الصيني تختلف شوي، ربما 15 شهر تقريبا. لا بس احنا لما نجي ناخذ الان مجموعة الاثني عشر شهرا، الان هذه 12 شهرا احنا عندنا، هذه معروفة للمفقه، لو جيت اخذتها بالتقويم الهجري معروفة، لما جي معروفة صحيح. معناها الان عندي ان هذه المجموعة متعارف عليها متفقين. صحيح يا استاذ. المثال الرابع، مجموعة الأعداد الكبيرة. لا ما أعتقد. هل هذه متعارفة؟ مش متعارف عليها يا أستاذ. ليش؟
الأعداد اللي كلها متعارف عليها. أربعة خمسة شباب بس نقطة نظام، أربعة خمسة ستة كل واحد يفتح المايك، اثنين ثلاثة في نفس الوقت ما راح أسمع، فاللي عنده مداخلة يرفع يده عشان نقدر نستمع ونستمع والجميع برضو يأخذ الفائدة. تفضل يا عبد الله. أنا أعتقد يا أستاذ أن الأعداد الكبيرة ما محصية مثلا ومحطوطة في شو اسمه مجموعة معينة بحيث أن الجميع يتفق عليها، في مليون وفي أكثر من مليون تريليون إلى آخره، ولا بهذا المقصود؟ جميل، يعني كأنك جالس تقول لي أنها تتفاوت من شخص لشخص معيار الكبر، يعني مثلا يقول لك أنت تقول مثلا مليار كبير، يجيك واحد ثاني يقول لك لا والله المليار صغير، احتمال واحد يقول لك 10 أو 100 ريال كبيرة، يجيك واحد ثاني يقول لك لا والله صغيرة، صح ولا لا؟ صحيح. معناها تختلف من شخص لشخص. جميل جدا جميل جدا. المثال الخامس، معناها نعتبر هذه نحن مش متفقين عليها الآن، مجموعة الأعداد الكبيرة مو متفقين عليها، فلذلك ما راح نعتبرها مجموعة رياضية لأن الآن صار فيها اختلاف، صح ولا لا؟ المثال الخامس، مجموعة الحدائق الجميلة في المملكة العربية السعودية، هل هذه نعتبرها مجموعة رياضية؟ عند الإجابة يرفع يده. تفضل يا عبد الله. أيضا هذا يا أستاذ مو مجموعة رياضية، لأن أصلا الحدائق كثيرة وكل واحد يقدر يقدر من رأسه أن هذه أحلى من هذه. جميل جدا، يعني كأنك تقول لي تتفاوت رأي من شخص إلى آخر. صحيح. يعني جميل جدا. خلينا نشوف حمد، تفضل يا حمد. نفس كلام عبد الله، إنه مو شرط، يمكن في حديقة أشوفها جميلة غير يشوفها مو جميل. حلو. تفضل حمد. عندك المايك الدوسري. ألو ألو. تفضل. طيب يعني اللي أفهم الآن أن الشيء الثابت هو الرياضي، صحيح؟ يعني إذا عين حديقة معينة باسمها هذه تعتبر رياضية مسألة جملة. والله الآن أنا ما بعد أعطي إجابة، أنا قاعد أسمع الإجابات، أنت تبغى إجابتي ولا تبغى؟ لا أنا أستفسر بس. أنا أعطي إجابة، أنا لحد الآن ما قلت شيء، أنا قاعد أسمع اللي كل واحد أعطاني رأيه، إنه قالوا إن الحدائق تختلف من شخص لشخص، يعني مثلاً خليني أخذ كلامك، تيجي وتقول لي حديقة الملك عبد الله جميلة جداً، يجيك شخص ثاني يقول لك لا والله مو حلوة، في أحلى منها. ولا لا؟ صحيح، ممكن. معناه هل أنا الآن الحديقة هذه صار عليها اتفاق؟ لا. لا. هل هذه توافق التعريف حق المجموعة؟ برضو أقول لك لا، لأنها صحيح صار الجزء الأول تجمع المتميزة اللي هي الحدائق، بس الآن هل قدرنا نتفق، هل صار المعيار فيها دقيق وقاطع ومتفق عليه؟ أقول لك لا، فلذلك ما نعتبرها مجموعة رياضية. الآن لما أجي أخذ نظرة سريعة لأول خمسة أمثلة، ألاحظ أن أول ثلاث أمثلة صار الاتفاق عليها، بينما المثال الرابع والخامس صار عندي إيش؟ عدم الاتفاق. شو السبب؟ صار الموضوع ذوقي يعني قصدك أو؟ جميل جدا، صار الموضوع ذوقي، معناها الرأي الآن يختلف من شخص لشخص. أضرب لك مثال عشان أقرب لك الصورة أكثر فأكثر، الأكل، البعض يقول لك ترى هذه الأكلة حلوة، البعض الثاني يقول لك لا والله مو حلوة عادية، البعض يقول لك لا والله مو كلش سيئة جدا. نفس الكلام لما يجيك للمطاعم، معناها صار هنا الآن صار فيها اختلاف، الآراء الشخصية الآن ما نقدر نتفق عليها، فلذلك معيار الكبر هذه برضو الناس أو الأفراد مش متفقين عليها. أنت لما تقول لي مليار أجيك أقول لك ضف واحد، ما لا يختلف، تغير معيار الكبر، زاد واحد فتغير. نفس الشيء لما أجي وأتكلم على معيار الجمال برضو هذه يتفاوت من شخص لشخص، فلذلك العناصر راح تكون غير معروفة، لأنها لما أجي أسوي مجموعة
أقول لكم الآن سووا لي مجموعة الحدائق الجميلة في المملكة وأعطيكم عينة منها، أعطيكم أسماء، هل كلكم راح تتفقون على نفس الحدائق؟ ها شباب؟ لا. هل الجميع حدائق المجموعة؟ ولا راح تختلف من شخص لشخص؟ كيف اختلف؟ بينما لما أجي وأقول لك أعطيني مجموعة أيام الأسبوع، هل أحد راح يعطيني غير السبعة الأيام المتعارف عليها؟ لا طبعا. نفس الشيء لما أجي لك حروف الهجاء، لما أجي لأشهر الاثنى عشر شهر، هذا راح تعطيني إياهم. بينما لما أجيك أعطيك لستة من مجموعة الأعداد الكبيرة، أو أقول لك اكتب لي الأعداد الكبيرة، البعض خلاص عنده تصور معين، يمكن يفكر أن العدد كبير انزاد عن الألف، عن مئة ألف، عن مليون، عن مليار. معناها كل شخص راح يعطيني إيش؟ عدد يختلف عن الثاني. ما في مجموعة الآن لو أعطيكم الآن استبانة وأقول لكم الآن اكتب لي العدد الكبير، كل واحد يكتب لي عدد كبير، هل تتوقع اثنين ثلاثة راح يكتبون نفس العدد؟ لا طبعا. معناها هذه الآن نتكلم عليها، إذا كان فيها عدم الاتفاق ومش دقيقة ما نقدر نخطئ فيها، معناها ما تقدر، ما تعتبر مجموعة رياضية. لذلك بعد هذا هنا في هذا المنهج أو في هذا المقرر راح نتفق دائما لما تجي كلمة مجموعة أو ترد كلمة مجموعة، خلاص نقصد هنا إبها النوع الرياضية، معناها إيش؟ متفق عليها، معيارها دقيق وقاطع، وتجمع من الأشياء مثل ما قلنا لك متميزة ومحددة. واضح يا شباب؟ هذه الرياضية، هذه الرياضية لازم متفق عليها، معيارها دقيق، ما يكون تتفاوت من شخص إلى آخر. وضحت الصورة الآن مع الأمثلة الخمسة الموجودة الآن؟ تمام واضح جدا. المثال أو النقطة اللي بعدها اللي هي إيش؟ عناصر المجموعات. الآن تكلمنا على المجموعة نفسها تعريفها، الآن نبغى نتكلم على العناصر. لما أقول لك عناصر المجموعات معناها إيش؟ مو هذه المكونات اللي داخل المجموعة، مو هذه الأجزاء اللي داخل المجموعة، مو هذه الأفراد اللي داخل المجموعة، من كلمة عناصر، صح ولا لا؟ فهنا لما أجي أقول لك العناصر أو أسميها أعضاء المجموعة أو مكونات المجموعة، كيف راح نرمز لها؟ دائما المجموعة راح نرمز لها بالحروف اللاتينية الكبيرة A B C، وانت ماشي إلى ما لا نهاية. بينما العناصر الأجزاء الداخلية أو المكونات الداخلية نستخدم رموز العناصر اللاتينية إيش؟ الصغيرة اللي هي A B C. الآن عندنا فرق، المجموعة راح نرمز لها برمز كبير، والعناصر راح نرمز لها برمز صغير. دائما العناصر راح تكتب بين قوسين عشان ما يكون في لخبطة بين العناصر والعنصر الآخر، دائما راح نضع فاصلة بين كل عنصر والآخر، وخصوصا الفاصلة مهمة لما نجي ونذكر عناصر من الأرقام. لما أشيل أنا فاصلة، تخيل أنا عندي واحد اثنين ثلاثة، شلت الفواصل حطيت مسافة، يجيك واحد بدل ما يقول لك واحد اثنين ثلاثة يقول لك 123، صح ولا لا؟ فلذلك الفاصلة مهمة جدا، خصوصا في بعض الشغلات أو بعض المجموعات الفاصلة أساسية، لما تنساها يتغير الحل 180 درجة. هذا إيش؟ الجزئية الثانية. مثال اثنين راح يوضح لنا وش العناصر، كيف راح نذكرهم. فلاحظ هنا السؤال الأول، اذكر عناصر مجموعة أيام الأسبوع، وهذه كلها نعرفها، الأيام تتكون من سبعة عناصر، ألا وهم عندي الأحد، الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، صح ولا لا؟ مو هذه أيام الأسبوع؟ صح ولا لا يا شباب؟ هل في أحد بيعطينا غيرهم؟ صحيح.
صحيح. هل بينقص يوم من الموجودين بيقول لك ترى هذه ما يعتبر من أيام الأسبوع؟ ولاحظ بين يوم ويوم وضعنا إيش؟ فاصلة. أتمنى هذه الصورة الآن واضحة للجميع. المثال الثاني، نبغى مجموعة الأعداد الفردية بين العددين 1 و11. قبل ما أروح وأجاوب للسؤال أحتاج أفهم السؤال، لما فهم السؤال نصف الإجابة. الآن السؤال لكم، لما يجيك واحد يقول لك أو أخوك الصغير عرف لي العدد الفردي، وش العدد الفردي؟ كيف راح تعرفه؟ تفضل. ما يقبل القسمة على 2. جدا، العدد اللي ما يقبل على القسمة على 2 نسميه عدد فردي. فقط هذا التعريف ولا في تعريف ثاني؟ البقية يا شباب تفضل يا هشام. اللي ما يقبل على الأعداد الزوجية، القسمة على الأعداد الزوجية بس الفردية. جميل جدا، برضو مقبول هذا التعريف، ما إشكالية. العدد الفردي إذا ما يقبل القسمة على 2 ما راح يقبل القسمة على باقي الأعداد الزوجية. تفضل يا عبد الله. العدد اللي يجي بعد العدد الزوجي مباشرة كتبسيط يعني. العدد اللي يجي بعد العدد الزوجي. جميل جدا، جميل جدا. خلينا الآن أعطيك صور أو طرق معينة لتعريفه. طبعا جمع كل التعريف اللي قلتوها صحيحة، يعني ما فيها خلاء، يعني ما فيها يعني أقول لك خطأ، لأن كل أكثركم ركزتوا أنه ما يقبل القسمة على 2 إلا آخر شيء السالم قال لو يجي لي العدد الزوجي. لاحظ التعريف، العدد الفردي الصحيح الموجب هو العدد إيش؟ الذي رقم أحاده الأرقام التالية 1 3 5 7 9. إذا كان الأحاد أحد هذه الأرقام أقول لك هذا فردي على طول. التعريف الثاني، العدد الذي لا يقبل القسمة على 2 أو كل عدد ليس من مضاعفات العدد 2. هذه كلها تؤدي نفس الغرض. تفضل يا محمد سؤال. أي سؤال معلش. يعني ممكن يكون رقم من تكون من مئات وعشرات وآحاد، ورقم الفردي هو اللي يحكم عليه، الآحاد هي اللي بتحكم عليه. نعم، يعني نقول لك مثلا 571 هذا عدد فردي صحيح موجب. عدد فردي صحيح. هل يقبل، هل 571 يقبل القسمة على 2؟ شيء 500 بشكل عام رقم يعني. طيب هذا شو أقول لك أنت الآن عشان تتأكد أن هذا الآن الكلام صحيح، جرب بإذن الله، بإذن الله الأعداد هذه راح نلعب فيها في الوحدة الأخيرة. الوحدة الأخيرة راح تتكلم عن الأعداد، قسمة وطرق القسمة وفردي وزوجي وأولي، هذه كلها راح نتكلم عليها ونركز عليها في آخر وحدة اللي هي نسميها نظرية الأعداد والتشفير. بس الآن هذا يعتبر كمقدمة بسيطة. العدد الفردي هو العدد الذي لا يقبل القسمة على 2 أو كل عدد ليس من مضاعفات العدد 2 أو يكون رقم أحاده 1 3 5 7 9، فأقدر أطلق عليه عدد فردي. الآن أبغى أجاوب السؤال، يقول لي مجموعة الأعداد الفردية بين العددين 1 و11. معناها لما أجي لهذا السؤال أول ما يخطر لبالي إني أذكر الأعداد كلها، يعني أجي وأقول الأعداد من 1 إلى 11، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. الآن وش الأعداد الفردية اللي أقدر أختارها من هنا؟ خلينا نبدأ بواحد. هل واحد فردي؟ بلى على حسب التعريف. نعم والعم ولا لا؟ نعم. جميل جدا. هل 2 فردي؟ لا زوجي. 3 فردي؟ نعم. 4؟ لا زوجي. 5؟ صحيح فردي. 6؟
زوجي. سبعة فردي. الثمانية ليست فردي. الثمانية زوجي ولا فردي؟ زوجي. زوجي. التسعة فردي. الأحدعش فردي. هذه الأعداد الفردية. أرجع للسؤال، إيش قال لي؟ بين العددين واحد وإحدعش، هل واحد وإحدعش ضمن المجموعة؟ تفضل يا محمد. لا مو ضمن المجموعة، لأن مو بينها، يعني هو أطراف المجموعة فما راح يكون من ضمن المجموعة. جميل جدا. حسن نفس كلام أخوي محمد، يعني ما بينها عدد فردي. جميل جدا، معناها الواحد وحدعش راح أشيلهم من مجموعة الأعداد الفردية، معناها راح يكون جوابي فقط ثلاثة خمسة سبعة تسعة. الواحد والإحدعش في الأطراف، ويقول لك بين عددين واحد وإحدعش. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث نفس الفكرة، بس يبقى الآن الأعداد الزوجية. العدد الزوجي هو اللي يكون رقم أحاده كيف؟ صفر، اثنين، أربعة، ستة، ثمانية، أو كل عدد يقبل القسمة على اثنين بدون باقي، أو بالمضاعفات العدد اثنين. معناها الآن صار عندي التعريف واضح، ما في أي إشكالية. أي عدد يقبل القسمة على اثنين أو بمضاعفات العدد اثنين. الآن المجموعة اللي باقي عندي لما أجي أشيك اللي كتبتها، فراح يكون عندي اثنين، الأربعة، الستة، الثمانية، العشرة، وهذا هو الجواب، وكلها تقبل القسمة على اثنين. واضح الآن السؤال الأول، المثال الأول الثاني، الفقرة الأولى، الثانية، الثالثة، فيها أي إشكالية؟ ولاحظ كتابة العناصر، قاعدين نحط بين عدد وعدد فاصلة. تخيل لو نسيت هذه الفاصلة هنا، هل راح أقول عدد اثنين أربعة ولا راح أقول أربعة وعشرين؟ معناها راح يختلف. 24. جميل جدا. النقطة اللي بعدها راح نتكلم على العلاقة بين العنصر والمجموعة. الآن عرفنا المجموعة وعرفنا كيف نذكر العناصر للمجموعة، الآن أبي أشوف العلاقة بين العنصر والمجموعة. لاحظ عندي هنا تعبيرين، التعبير الأول أو رمزين، لاحظ A مثل حرف الإي بس مقلوب، هذا كيف نقرأه؟ A تنتمي للمجموعة S. معنى تنتمي هو أحد أفراد عناصر المجموعة، صح ولا لا؟ صحيح، يعني موجود من ضمن العناصر. في المقابل لما أشوف A وحرف الإي محطوط فيها خط، هذه شو أقول عليها؟ منفية. منفية معناها A لا تنتمي لمجموعة المجموعة S، مش موجودة، مش من ضمنها. مثال، خليني أرجع إلى المثال رقم 2 فقرة 2، مجموعة الأعداد الفردية، وهذه ذكرناها بين 1 و 11 3 5 7 9. الآن لما أجي أشوف هل هذه العناصر تنتمي للمجموعة، نعم أم لا. فإذا تلاحظ ثلاثة تنتمي إلى A، خمسة تنتمي إلى A صحيح، سبعة تنتمي إلى A، تسعة تنتمي إلى A. بينما لما أجي وأقول لك هل اثنين تنتمي إلى المجموعة، هل اثنين من ضمن الأعداد الفردية من واحد إلى 11، الجواب لا. فلذلك استخدم الA وعليها خط، نفس ما نستخدم نقول لك هذا يساوي وأقول لك هذه لا يساوي. دائما النفي على العلامة أو على الرمز معناها إيش؟ لا، انفيها، اعكسها. الآن فنذكر ونقول
أن اثنين لا تنتمي للمجموعة A. واضح الآن العلاقة بين العنصر والمجموعة؟ يا تنتمي أو إيش؟ لا تنتمي. الآن ممكن نراجع يا أستاذ معلش كيف؟ العلاقة ممكن نعيدها على السريع، العلاقة بين العنصر والمجموعة يا موجود داخل يا موجود ضمن المجموعة عشان أقول لك ينتمي، هل هو هذا العدد أو هذا العنصر موجود في المجموعة؟ إذا موجود أقول لك ينتمي، إذا هذا العنصر مش موجود في المجموعة لا ينتمي. يا طيب هذا استخدم يساوي ولا استخدم حرف الإي هذا الكبير؟ أنا الآن شو اللي موجود عندك هنا؟ حرف الإي. شو الرمز اللي هنا؟ إي بس أنت استخدمت يساوي. وين اللي يساوي؟ أنا أقول لك علامة الخط الله يهديك، هذا علامة الخط، هذا يساوي، لو حطيت خط شو يسوي؟ ينفي. هذا مثال. ينتمي، لما أحط عليها خط لا ينتمي. حلو. هذه وسيلة النفي في الرياضيات كلها، هذه وسيلة النفي في الرياضيات كلها يعني؟ هذا أكثرها كذا. طيب. طبعا أخذنا في المنطق الرياضي هذا النفي، بعض الكتب تستخدم النفي هذه خط كذا، فما عندنا إشكالية إحنا، أكثرهم في الأدوات أو الرموز يستخدمون هذا. واضح؟ هو اللي هو الخط. واضح. المثال الثالث ركز فيه، يبقى فقط ذكر عناصر المجموعات تنتمي أو لا تنتمي. جيت إلى المجموعة الأولى اللي هي A 2 3 5، الآن لاحظت أن 2 من ضمن المجموعة فأقول ينتمي، الثلاثة ينتمي، الخمسة ينتمي، صح ولا لا؟ هذه العناصر اللي تنتمي إلى المجموعة A. أروح إلى المثال الثاني، عندي البي، مجموعة البي تساوي 5 2 3، الآن العناصر اللي فيها هي 2 و3 و5، معناها 2 تنتمي إلى البي، الثلاثة تنتمي إلى البي، الخمسة تنتمي إلى البي. شوف المثال الثالث، عندي المجموعة سي 5 2 3 2 2 3، وش العناصر الموجودة؟ هي العدد 2 و3 و5، معناها 2 تنتمي إلى السي، 3 تنتمي إلى السي، 5 تنتمي إلى السي. وش اللي قاعد يصير في الثلاثة الأمثلة الموجودة عندي 1 و2 و3؟ شو تشوف؟ إن الترتيب العناصر مهم، هل التكرار مهم في المجموعة؟ أقول لك لا، ترتيب العناصر غير مهم في المجموعة، وكذلك تكرار العناصر لا يغير المجموعة. فلاحظ 2 3 5 لو غيرت الأماكن نفس بعض، لو كررت العناصر نفس بعض. واضح النقطة في هذا المثال؟ واضح. يعني الترتيب غير مهم. كيف؟ يعني الترتيب غير مهم. الترتيب غير مهم، والتكرار برضو إيش؟ غير مهم. غير مهم. ولاحظ كتبتك في الحضر كلهم يسوون بعض. تفضل يا محمد. طيب يا سالي، بخصوص التكرار متى تصير نفس ما قلت انها غير مهم، ومتى انتبه لها؟ يعني اذا كان مثلا بينهم زائد. انت الان غيرت السؤال غيرته. الان انا جبت طاري عمليات يا محمد، هل قلت جمع طارق اسمه؟ انا اقصد بعدين، ممكن حتى في الاختبار. خلي بعدين، هذا لما يجي طاري في العمليات نتكلم فيه. بس إذا قصدك بينهم فواصل خلاص قيمتهم واحدة. خلاص احنا فرقنا بين عنصر وعنصر الفاصلة. حلو. خلاص. الآن لما يجي عمليات جمع وطرح وضرب وقسمة وهذه خليها بعدين، لما نتكلم على العمليات. الآن احنا جالسين فقط ناخذ مفاهيم تعاريف أساسية، عشان لما نروح بعدين إلى العمليات تكون هذه التعاريف والمصطلحات في ذهني.
واضح يا محمد؟ واضح. جميل جدا. الآن طريقة كتابة عناصر المجموعات كيف راح نكتبها؟ عندنا ثلاث طرق. الطريقة الأولى اللي نستخدمها الوصف بعبارة. لاحظ هنا في هذه الطريقة أقدر أعطيك وصف لفظي، يعني لما تكون عندي عمارة معينة أقدر أعطيك وصف لفظي بنصفها الوصف بعبارة. يعني مثلا لما أجي أقول لك A هي مجموعة أيام الأسبوع، هل هذه واضحة ولا مش واضحة؟ أنا عندي طريقتين، يا أقول لك A هي مجموعة أيام الأسبوع، أو أجي وأقول لك A تساوي سبت أحد أثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة، وأحط بين كل يوم ويوم فاصلة، صح ولا لا؟ هل تغير الآن المجموعة؟ أنا كتبت الآن أعطيتك إياها بوصف لفظي. المثال الثاني المجموعة بي الآن شو يقول لك؟ هي مجموعة الأعداد الطبيعية الزوجية التي أكثر من 10. الآن لما أجي وأذكر الأعداد الزوجية هي لأكثر من 10 راح تقول لي 12 14 16 20 22 24 24، وقاعد تزيد قاعد تزيد كل مرة بعدد كم؟ بعدد 2. لاحظ أن المجموعة هنا بعضها يكون غير مناسب، الوصف بعبارة تكون غير مناسبة، خصوصا لما تكون العلاقة بين العنصر والمجموعة إيش؟ غير واضحة. يصير كان infinity limit يعني. هذه تكون إنها غير محددة. خلينا الآن infinity في وقتها. الآن لما تكون النهاية مو منتهية. وعندي هنا لما تكون العلاقة بين العناصر غير واضحة. أنا أتكلم الآن فقط لما تكون العناصر غير واضحة، العلاقة بين العناصر مش واضحة، معناها ما أقدر أوصف لك بعبارة، يعني التعريف ما أقدر أوصفها بوصف لفظي، فيها أكثر من شغلة، فلذلك يكون هذا النوع مو حب، يعني إيش أقول لك إيش؟ مو مناسب. في طريقة ثانية توصف لي أكثر. ونفس الكلام لما تكون المجموعة غير منتهية في طريقة راح توصفها لي أكثر وأدق. الآن طريقة السرد أو حصر العناصر، هذا الطريقة الثانية. نفس ما ذكرت مجموعة أيام الأسبوع ذكرتهم، عطيتك الأيام كلها، ما أبغى أوصفهم بعبارة. مثل إيش؟ إني أذكر جميع العناصر، ولما تكون الآن اللي قال لي مساء لما تكون إنفينيتي وأبقى أذكرهم، أبغى أسردهم، أبغى أحصرصهم كلهم، بس النهاية مش واضحة، نهاية إيش؟ غير منتهية، الأعداد قاعدة تزيد، فنقول لك نستبدل النهاية بإيش؟ بثلاث نقاط عشان يبين لي إن ترى هذه المجموعة غير منتهية، راح تستمر إلى وين؟ إلى إنفينيتي، إلى ما لا نهاية. ولاحظ ترى كلمة infinity، infinity مو عدد، ركز، البعض اللي يفكر infinity عدد، ترى infinity مو عدد، فقط إيش؟ تبيني أن هذه المجموعة غير منتهية فقط، مستمرة إلى ما لا نهاية. الآن لما أجي وأقول لك المجموعة A هي مجموعة الأعداد الزوجية المحصورة بين العددين 1 و9، لاحظ الآن هذه المجموعة منتهية، فأذكر أذكرهم الأعداد الزوجية اللي هي 2 و4 و6 و8. بينما لما أروح إلى المثال الثاني وأقول لك مجموعة الأعداد الزوجية التي أكثر من 10 الآن، كيف راح أذكرهم؟ راح أقول لك المجموعة B تساوي أفتح قوسين خلاص 12 14 16 18، لاحظ الفاصلة بين واحدة وواحدة. الآن شو راح يصير عندي؟ راح على طول أحط الثلاث النقاط. واضح يا شباب؟ يعني أستاذ محمد إذا طلب أكثر من العدد أكتب 4 أعداد وبعدها 3 نقاط. مو شرط 4. الآن أنا ما أقول لك حط لي 4 عناصر أو 4 أعداد، هذه تعتمد على السؤال. إذا وضحت الفكرة، يعني مثلا إحنا نقول لك نذكر أكثر من 3، نذكر 3 عشان بس نبين لك إيش
الشغلات المتميزة بين الأعداد. فإذا تلاحظ هنا قاعد أزيد بين عدد وعدد، بديت ب 12 زدت عليه 2 صار 14، زدت عليه 2 صار 16، معناه قاعد أزيد مضاعفات إيش العدد ب 2، أضاعف العدد 2 ويستمر إلى ما لا نهاية. صعب أذكر لك أقول لك 12 وحط لك ثلاث نقاط، هل هذه واضحة؟ لا، معناها لازم تكون أنت تخلي إجابتك واضحة عشان الغير لما يجي يقراها ويطلع عليه يعرف إيش اللي قاعد تبي توصل الفكرة هنا. إن الأعداد قاعد تزيد باثنين، واضح؟ واضح. جميل جميل. الآن النقطة اللي بعدها، ولاحظ إن هذه المجموعة مناسبة فقط وين؟ حق فقط الأعداد أو العناصر القليلة. لما تكون العناصر غير قليلة هنا راح يصير فيها إشكالية، صح ولا لا؟ لأني ما أقدر أسرد الجميع. لاحظ المجموعة B، هل أقدر أسردها كلها؟ ها شباب كيف أستاذ؟ هل أقدر أسرد جميع العناصر في المجموعة B؟ لا ما تقدر. ما تقدر. هل هذه طريقة السرد والحصر مناسبة لهذه المجموعة؟ أقول لك لا. واضح؟ نعم. فقط مناسبة حق المجموعة العناصرها قليلة. أذكر يعني أقدر أعدهم، أقدر أذكرهم كلهم. الطريقة الثالثة والأخيرة اللي هي إيش؟ الوصف بعبارة معينة أو قاعدة معينة. فلاحظ لما أرجع للمثال اللي مساعة الأعداد الزوجية بين 1 و9، لاحظ اللي عندي هنا هذا الأعداد، معناها أقدر أقول لك X نقطتين فوق بعض، معناها X أنا هذا أقول لك المتغير X وين تنتمي؟ لاحظ تنتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية. وش ميزة X؟ وش فائدته؟ X عدد زوجي، من كم لكم؟ من العدد 2 إلى العدد 8. ولاحظ العدد 2 تحت خط، معناها إيش؟ ضمن الفترة ولا خارج الفترة؟ ضمن الأعداد ولا خارج الأعداد؟ ضمن الأعداد. ضمن الأعداد. لاحظ شيء، الثمانية. يجيك شخص ثاني يقول لك لا أبغى أقول من 1 إلى 9، بس إيش بسوي؟ هل الواحد ضمنها أو خارجها؟ خارجها. خارجها. ولو حطيت الواحد من ضمنها بإجابة إيه يغير؟ لا ما راح يغير. هل بتقول لي لا واحد زوجي؟ هل بتقول لي 9 عدد زوجي؟ هل بيضيف عنصر؟ معناها الآن تجي طريقة الكتابة القاعدة، معناها لازم تكون أنا عندي القدرة لمعرفة الرموز، أكبر أصغر، أعرف مثلا أقول لك X بالآن قلت لك عدد زوجي، وصفتها أنا، أعطيتك النمط الآن. هل يحتاج الآن أذكر جميع العناصر هنا؟ ما يحتاج. معناها هنا لما تكون المجموعة غير منتهية القاعدة المعينة راح شو تسوي؟ راح تخلي الإجابة سهلة جدا. واضح يا شباب؟ بس أحتاج القدرة على إيش؟ معلومات سابقة. الآن بعد ما تكلمنا على 3 طرق ألا وهي الوصف بعبارة، السرد أو الحصر، أو القاعدة المعينة، الجزء الأخير المتبقي بما أننا قاعدين نتكلم الآن مجموعات وأرقام وأرقام، خليني أتكلم على مجموعة الأعداد الخاصة. تفضل أستاذي. بالنسبة لإكس كيف درت أنا عدد زوجي؟ ولا أنا أعرفها من قبل أقول أن إكس ترى عدد زوجي؟ لا، الآن شوف المجموعة اللي يمك إيه؟ شو اللي فيها الأعداد؟ 2 و4 و6 و8. وش نوعهم ذي الأعداد؟ زوجية. زوجية. بس كيف إكس منين جبناه؟ إكس معناها ما راح أحصر لك جميع الأعداد، إكس متغير مجهول. هذا المجهول معناه إكس معناه عدد زوجي، معناها أي عدد زوجي ينتمي إلى هذه الفترة من 2 إلى 8 هو ضمن المجموعة A. واضح؟ نعم واضح. سؤال ثاني؟
استاذ محمد بنتعبك معانا شوي اذا تقدر تعيدها شوي. شو اللي عيد؟ اي واحدة؟ اللي هي طريقة القاعدة المعينة. طريقة القاعدة المعينة اعطاني المجموعة ايه؟ قال لي A تساوي 2 4 6 8. جيت انا ولاحظت الاعداد، هذه الاعداد زوجية. الان ابغى اكتبهم بقاعدة معينة، ما ابغى اذكرهم كلهم. فاقدر اقول لك X نقطتين فوق بعض عشان اعرف وش نوع هذا الX. هذا الX ينتمي الى N. وش N؟ مجموعة الاعداد الطبيعية. وش نوع العدد اللي داخل هذه الفترة؟ هذا عدد زوجي. لاحظ تفصل بينهم فاصلة، لاحظ هنا فاصلة بين جزء وجزء. أعرف أول شيء عرفت أن X عدد. النقطة اللي بعدها قلت لك X ترى عدد زوجي. العدد الزوجي من أي فترة؟ بين الأعداد 2 إلى 8. إذا أبغى أحطهم ضمن الفترة ما عندي إشكالية. شخص ثاني يقول لك ما أبغى أستخدم أكبر أصغر أو يساوي، فأقول من 1 إلى 9. X أكبر من 1 و X أصغر من 9. واضح؟ يعني إذا ما نبغى بطريقة أكبر من أو يساوي نحطها من 1 أصغر من X و 9 أكبر من X. إيه اللي ما في إجابة واحدة، هذه صحيحة وهذه إجابة صحيحة. وأقدر أعطيك بعد فترة، قلت لك أنا X من 1 إلى 9 تغيرت الإجابة. يجيك شخص يقول لك X أكبر من 1 بس أصغر ويساوي 9، خطأ. أقول لك صحيح. يجيك شخص يقول لك لا X أكبر ويساوي 1 بس أصغر من 9، خطأ. ذي اللي قاعد أكتبهم الآن؟ لا لا، ما راح تفرق، الإجابة واحدة هنا. يعني أهم شيء الإكس يكون أكبر من عدد 2، أكبر من عدد 1، وأصغر من عدد 9. أهم شيء إنه يعطيني المجموعة هذه، الأعداد هذه الموجودة، هذا أهم شيء. أوكي، يعطيك العافية. الله يعافيك. الآن مجموعة الأعداد أو الأرقام الخاصة، طبعاً هذه الأعداد الموجودة أمامك هي الأساس حق أي عملية حسابية. يعني أي شيء تبغى تسويه، تجمع، تطرح، تضرب، مو بس في الرياضيات، أي تخصص، حتى في الطب لو تروح تقول الآن نسبة نجاح العملية راح يعطيك إيش؟ يعطيك كلام ولا يعطيك أرقام؟ راح يعطيك أرقام. الأرقام اللي عندي موجودة متعارف عليها ما بين الصفر إلى التسعة. الأعداد اللي كونت هذه مجموعة الأعداد الكبيرة هي بين الصفر إلى التسعة. الآن العدد هذا وش تعريفه؟ يسمى عنصر رياضي، نسميه عنصر رياضي، يستعمل في العد والقياس. طبعا مجموعة الأعداد هذه قسمناها إلى أنظمة عددية، فراح ناخذ الآن المجموعة الأولى، مجموعة الأعداد الطبيعية. هذا أول واحدة. هذه إيش فيها؟ هذه مجموعة الأعداد الأساسية المتعارف عليها للعد، اللي هي 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية. ولاحظ حطيت لك إيش؟ 3 نقاط عشان أقول لك ترى هذه مستمرة إلى ما لا نهاية. شو الرمز حقها؟ 5 حرف الN. واضحة ذي؟ هذا أول مجموعة، مجموعة الأعداد الطبيعية. المجموعة الثانية مجموعة الأعداد الكلية اللي يسمونها whole numbers. طبعا الأعداد الطبيعية يسمونها natural numbers. الكلية ضفنا شغلة بسيطة، إذا تلاحظ أن الأعداد الطبيعية تخلو من وين؟ تخلو من العدد صفر. طالب الأعداد الكلية، تفضل. أنا آسف، الأعداد الكلية فقط ضفنا عليها العدد صفر، ضفنا عليها العدد صفر. نقدر نرمز لها بالرمز W أو N تحتها صفر، معناها كأني أقول الأعداد الطبيعية وضفنا لها صفر. وش المجموعة؟ لاحظ 0 1 2 3 إلى ما لا نهاية. ولاحظ دائما الثلاث نقاط تعبر عن إيش؟ الاستمرارية، راح تستمر إلى ما لا نهاية. هذا المجموعة الثانية. لاحظ
الأعداد اللي قاعدين نستخدم فيها تخيل زادت في التجارة، صار عندي ربح وخسارة، معناها كيف راح أعبر عن الأعداد الخسارة كمية؟ معناها جو أضافه الأعداد السالبة، فالأعداد الصحيحة جات معها إيش؟ الأعداد الموجبة الكلية، وأضفنا إليها إيش؟ الأعداد السالبة، والرمز اللي راح نستخدمه حرف الزد، فالزد تساوي صفر جهة الموجب وجهة السالب، فيها شرط واحد، هذه تخلو من الكسور أو الفواصل العشرية. الأعداد الصحيحة اللي يمكن كتابتها بدون استخدام الكسور أو الفواصل العشرية، واضح؟ الرمز حقها زد. الآن لما نجي نتعامل، لاحظنا أن النظام هذا ما يوفر لي جميع الأعداد اللي أتعامل فيها في واقع الحياة اليومية. أتعامل أنا مع نص، ربع، ثلث، صح ولا لا؟ معناها عندي كسور. فنشأت مجموعة جديدة وسموها مجموعة الأعداد الكسرية. بس قبل ما أروح إلى مجموعة الأعداد الكسرية، أنا الصفر هنا يعتبر إيش؟ أحادي الإشارة، لا هو موجب ولا هو سالب. الصفر أحادي الإشارة، لا هو عدد سالب ولا هو عدد موجب. طبعا خليني بس أطلع شغلة بسيطة، مين اللي اخترع الصفر؟ هل عنده معلومة عن هذه؟ العرب يا أستاذ. الجبر؟ أكيد؟ أنا أعرف أن العرب هم اللي اخترعوا الصفر. اختراع الصفر كان مشترك بين العرب والهنود، فكان كتابته قديما دائرة في وسطها نقطة. الهنود أخذوا النقطة والعرب أخذوا الدائرة، بس من السخرية احنا نستخدم الأرقام الهندية في الكتابة اللي هي صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تسعة، هذه الأعداد الهندية، والأعداد العربية هي صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. فالبعض يفكر أن هذه ترى هذه الأعداد الإنجليزية، لا، ترى هذه الأعداد العربية، والأعداد اللي إحنا العرب نستخدمها هي الأرقام الهندية. صحيح، والدليل على ذلك أن العرب كانوا يحسبونها بالزوايا، عدد الزوايا في الأرقام. نعم نعم، لما يكتبون يعني، خلنا أعطيك بس كبسيط، هذا لما يقول لك كم زاوية، واحد، اثنين لما يكتبها كم زاوية، زاويتين على ذلك. الآن المجموعة اللي بعدها راح نسميها مجموعة الأعداد الكسرية أو النسبية، الرمز حقها كيو. وشو تعريفها هذه؟ معناها اللي أقدر أكتبها على شكل كسر، من اسمها أعداد كسرية أو نسبية، معناها يمكن كتابتها على شكل كسر وبسط، اللي يكون البسط والمقام عدد صحيح، بس في شرط واحد، إن المقام لا يساوي صفر. المقام لا يساوي صفر، هذه نقطة مهمة، لأن لما أقسم على صفر راح يكون عندي إيش؟ قيمة غير معرفة، ما أقدر أقسم على صفر. تخيل عندي 5 ريال وأبقى أوزعهم على ولا شخص، تقدر؟ عندك 5 ريال وزعهم على ولا شخص، كيف راح توزعهم؟ هل عندك الاستطاعة على هذه؟ هذا معنى القسمة على صفر، معناها إيش؟ قيمة غير معرفة، ما نقدر نقسم. طبعاً عشان نعبر، لاحظ الآن، عن مجموعة الأعداد النسبية أو الكسرية، سوينا استخدمنا القاعدة المعينة، استخدمنا القاعدة المعينة، قلنا كيو تساوي، لاحظ ام على ان، شوف شرطتين، كأن هذا الكسر البسط والمقام نقطتين. الآن أجي أعرف الام، الام شانها تنتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة، نعرف الان، الآن تنتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة. الآن عندنا شرط، وش الشرط؟ إن المقام لا يساوي صفر، فلذلك قلنا إن لا تساوي صفر. الآن هل أقدر أسرد جميع الأعداد الكسرية؟
يا شباب أحد يقدر يسرد لي جميع الأعداد الكسرية؟ لا. فلذلك أفضل خيار عشان أوصف أو أذكر مجموعة الأعداد النسبية هي إيش؟ الوصف بقاعدة معينة، صح ولا لا؟ أو التعبير بقاعدة معينة، هذا فائدتها. الآن وش الأمثلة؟ عشان بس أعطيك أمثلة الأعداد الكسرية. لاحظ لما يجيني واحد والمقام واحد، عدد تقسيم واحد، معناها سالب اثنين، معناها أقدر أكتبها سالب اثنين على واحد. هل تغيرت القيمة لما أقول لك سالب اثنين على واحد أو سالب اثنين تقسيم واحد؟ اختلفت؟ الجواب واحد. لما أجي وأقول لك 19 وجي شخص كتب لي 19 على واحد، هل زالت 19؟ تغيرت؟ نقصت؟ ولا ما زالت 19 هي؟ ما زالت 19. النقطة الثانية برضو اللي هي الكسور الاعتيادية. الكسر الاعتيادي اللي هو يكون هذا شكله A عدد صحيح بعدين كسر B على C، معناها راح أحول هذا الكسر الاعتيادي إلى كسر طبيعي نسبي، معناها راح أضرب الـ A في الـ C واجمع لها الـ B فيساوي A ضرب C زائد B على C. مثال، لما يكون عندي 2 على 3 2 بعدين 2 على 3، معناها أحول هذا الكسر الاعتيادي إلى كسر طبيعي، 2 ضرب 3 6 زائد 2 8 8 على 3، برضو هذا كسر عدد نسبي أو عدد كسري. البعض يجي يقول 1 على 3 هذا عدد كسري، بس لما أجي أحاول أستخدم الحسابة راح يقول لي ترى هذا فاصلة 3 3 3 إلى وين؟ هل راح يوقف الثلاثة ولا راح تستمر إلى ما لا نهاية؟ إلى ما لا نهاية، ما لا نهاية. فلذلك نعبر عليها فاصلة 3 فوق الثلاثة خط، وهذا نقول كسر عشري إيش؟ دوري. من دوري معناها إيش؟ مستمر، ما راح يوقف. المثال اللي بعده 1 على 8، ولاحظ 1 على 8 لما استخدم الحسابة راح تقول لي 0.125، وهذا برضو عد كسر عدد كسري عشري، برضو إيش؟ منتهي، كم منتهي خلاص. فهذه إيش؟ قطت للتعريف مجموعة الأعداد النسبية والكسرية كلها. أنا حاولت أعطيك إيش الأمثلة اللي تكون مش واضحة، فما يحتاج أذكر ربع نص، خلاص معروف. الملاحظة هنا أن يمكننا التعبير عن أي كسر موجب أو سالب على صورة كسر عشري منتهي أو دوري. البعض يفكر بس موجب، لا أقدر أحط سالب، وذلك بقسمة البسط على المقام. هذا الملاحظة، أن هذا العدد الكسري اللي هو الدوري أو المنتهي أقدر أكتبه على شكل كسر، فلذلك ثلث أو 1 على 8. المجموعة اللي بعدها، في بعض الأعداد ما أقدر أكتبها على كسر، بعض الأعداد مو نسبية، فنشأت عندنا مجموعة جديدة اللي هي الراشنال نمبر، الأعداد الغير نسبية أو الغير كسرية. رمزها هذه كيو فوقها شرطة، والكيو فوقها شرطة معناها إيش؟ المتممة، معناها عكس الأعداد الكسرية. هذا أسلوب نفي استخدمناه في إيش؟ في الوحدة السابقة. فلاحظ لما أجي أستخدم الآلة الحاسبة وأقول لك الجذر 3، تقريبا هذا شو يساوي؟ 1.732050807 5 6، ولاحظ حطيتك 3 نقاط. هل وقف العدد؟ هل في هنا شيء تكرار وحد فوق خط نفس ما سويت في 1 على 3؟ راح تقول لي لا، معناها هذا العدد ما أقدر أكتبه على كسر، فسميناه عدد غير نسبي، عدد غير كسري. هذا العدد غير منتهي ولا يتكرر، فهنا غير صار إيش؟ من الصعوبة أو من غير الممكن كتابته على صورة كسر اعتيادي اللي يكون بسط ومقام، ما أقدر.
في هذه الحالة نطلق عليه إيش؟ عدد نسبي، إلا في حالة لما يكون العدد مربع كامل، هو جذر 4، جذر 9، جذر 16. لاحظوا جذر 4 2، جذر 9 3، جذر 16 4. معناها أقدر ذي الأعداد أكتبهم على صورة كسر، بينما الجذور اللي ما تقدر تعطيك إياها مربع كامل معناها هو عدد غير نسبي. معناها الآن نقدر نسوي حالة عامة، العدد الغير نسبي والجذر التربيعي لأي عدد، شوفوا الجذر التربيعي لأي عدد ليس مربعا كاملا هو عدد غير نسبي. فأنا أعطيتك الآن أمثلة للمربعات الكاملة اللي أقدر تعطيني جواب أو عدد صحيح. مربع كامل يا أستاذ، كيف؟ إيش معنى مربع كامل؟ وهذا اللي أسويه هنا تربيع، يعني هذا اسمه مربع كامل. اس جذر معناته يساوي المنعرجة هذه. هذا تقريبا. 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 مو شوف لو أبغى يساوي حطيت يساوي، بس هذه تقريبا. ليش تقريبا؟ لأن العدد يستمر إلى ما لا نهاية. حطيت لك ثلاث نقاط. مو منتهي. واضح. الآن المجموعة الأخيرة والكبيرة اللي هي مجموعة الأعداد الحقيقية اللي هي سميها real numbers والرمز حقها R. هذه المجموعة إيش تمتاز بها؟ مكونة من جميع ما سبق، يعني تضم الأعداد النسبية والأعداد الغير النسبية، الأعداد الصحيحة تضم الأعداد إيش؟ الكلية، تضم الأعداد الطبيعية كلها. واضح؟ الآن عشان أقرب لك الصورة أكثر فأكثر راح نشتغل مع بعض مثال 4. راح أحل أول واحدة والباقي أنتوا تحلونه معي. لاحظوا إيش يبغى مني. يبغاني أصنف الأعداد التالية من حيث الانتماء إلى مجموعة الأعداد. لاحظ راح يعطيني العدد 2 ويبغى يشوف هل العدد 2 عدد نسبي، طبيعي، كلي، كسري، حقيقي. فنجي العدد سالب 2 معناها هذا مو عدد طبيعي، خاطئ. هل سالب 2 ينتمي لأعداد الكلية؟ أقول لك خاطئ، لا ينتمي. هل سالب 2 ينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة؟ أقول لك نعم. هل سالب 2 أقدر أكتبه على شكل كسري؟ أقول لك نعم. هل من غير الممكن كتابة سالب 2 على كسر؟ أقول لك لا، خاطئ، لا ينتمي هنا. هل سالب 2 عدد حقيقي؟ أقول لك نعم. وبهذه الطريقة نستمر. لما أجي إلى الصفر، هل الصفر عدد طبيعي؟ أقول لك خاطئ، لا ينتمي. هل الصفر ينتمي إلى مجموعة الأعداد الكلية؟ أقول لك نعم. هل الصفر ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة؟ أقول لك نعم. ينتمي إلى مجموعة الأعداد الكسرية والنسبية؟ أقول لك نعم. ينتمي إلى مجموعة الأعداد الغير الكسرية؟ أقول لك خطأ. لاحظ إذا ينتمي في الكسرية ما راح ينتمي هنا، العكس، ذي متنافين مع بعض، ما في أمل إيش يكونون في نفس المكان. يعني ما تقول لي هذا العدد يكون كسري وغير كسري، ما يجي. جيب لي عدد تقدر تكتبه على كسر وما تقدر تكتبه على كسر، موجود؟ أقول لك لا يوجد. هل الصفر عدد حقيقي؟ أقول لك نعم. الآن اللي يبغى يكمل العدد 6 يرفع يده عشان يكون الترتيب مستمر. فنبدأ واحد أول واحد ونمشي، اللي يبغى يجاوب العدد 6 واللي بعده. تفضل يا حمد. ستة عدد الان، والله ناسي اسمها، صحيح هو طبيعي الان طبيعي. طبيعي نعم صحيح. اللي بعده عدد كلي. نعم عدد صحيح. نعم عدد صحيح. عدد كسري. نعم عدد كسري. عدد غير نسبي.
أو غير كسري؟ خطأ. عدد حقيقي؟ نعم عدد حقيقي. جميل جدا، يعطيك العافية. اللي بعده اللي بعده يا شباب، واحد فاصلة اثنين أربعة ثلاثة، هذا العدد مو عدد طبيعي لأن فيه عدد عشري، فيه فواصل، ولا عدد كلي ولا عدد صحيح لأن ما فيهم فواصل أو كسور. أقدر أكتب هذا على شكل كسر؟ أقول لك نعم. هل هذا عدد غير كسري؟ أقول لك خاطئ. هل هذا عدد حقيقي؟ أقول لك نعم. 3.03 فوقها خط، معناها فوقها خط دوري، يعني أقدر أكتب على شكل كسر، معناها هل هذا عدد طبيعي؟ أقول لك خاطئ. كلي؟ خاطئ. صحيح؟ مجنتمي، مش موجود. أقدر أكتب على شكل عدد نسبي أو كسري؟ أقول لك نعم. وهنا أقول لك ليس عدد غير كسري. هل هو عدد حقيقي؟ أقول لك نعم. الآن مثال اللي بعده، 0.51312264، ولاحظ النقاط مستمرة، لاحظ أول ثلاث مجموعات لا ينتمي لها. الآن نجي نحدد، هل أقدر أكتب هذا على كسر؟ أقول لك لا، معناها هذا لا يمكن كتابته على كسر، معناها هذا راح يكون غير كسري، غير نسبي. هل هو عدد حقيقي؟ أقول لك نعم. الرقم اللي بعده، لا عندي سؤال بس، 3 على 7 هذا لا يمكن يكون عدد طبيعي، ولا يمكن يكون عدد كلي، ولا يمكن يكون عدد صحيح، بينما أقدر أقول لك هذا عدد كسري، لا يمكن يكون عدد غير كسري. ما يمكن تقول لي أكتب على كسر ولا يمكن، واحد منهم طبعا راح يكون عدد حقيقي. سالب نص، هذا لا يمكن أول ثلاث لأن ما فيها كسور. اللي بعدها نص هو عدد كسري، إذا كان عدد كسري لا يمكن يكون عدد إيش؟ غير كسري، برضه هو عدد حقيقي. 4 على 9، هذا 4 على 9 لا يمكن يكون طبيعي ولا كلي ولا صحيح، بينما أقدر أقول لك هذا نسبي. هل يمكن يكون غير نسبي؟ أقول لك لا. هل هو حقيقي؟ أقول لك نعم. 2 على 1 طبيعي، 2 على 1 كلي، 2 على 1 صحيح، 2 على 1 كسر. هل هو غير كسري؟ أقول لك خاطئ. هل هو حقيقي؟ أقول لك نعم. جذر 10 لا يمكن يكون طبيعي لأن ما فيها جذور، ولا كلي ولا صحيح. هل أقدر أكتب الجذر 10 على شكل كسر؟ أقول لك لا، الجذر 10 مش مربع كامل، فلذلك راح يكون غير نسبي، غير كسري، وهذا راح يكون عدد حقيقي. باي هي 3.14 والأرقام تستمر إلى ما لا نهاية، لذلك ما راح يكون لا طبيعي ولا كلي ولا صحيح ولا كسري، بينما هو عدد غير كسري غير نسبي وعدد حقيقي. هذا إيش؟ توضيح إلى هذه الأمثلة. رسمنا هذه الرسمة كلها هنا، الجدول أمامك موجود هنا وعليه أمثلة زيادة. فإذا تلاحظ بدينا بالطبيعية، بعدين رحنا ضفنا الصفر، بعدين ضفنا أعداد السوالب، بعدين ضفنا الكسور، بعدين صار عندنا قسم جديد ما يمكن أن يكون متداخل معاهم، يكون إيش؟ غير كسري، اللي يسمونه irrational number. هذه كلها نسميها الأعداد الحقيقية. طبعا في أعداد مركبة بس إحنا ما راح نتكلم عنها.
طبعا في مجموعة أكبر من هذه اللي هي الأعداد المركبة، بس بإذن الله ما راح نتكلم عنها، ما نحتاجها. واضح؟ واضح. بس عندي سؤال يا أستاذ. تفضل. اللي هو 3.3 وفوقها خط فوق الثلاث ثاني، وش معناتها؟ ارجع يا أستاذ. ما تكلمت عن هذا الخط؟ إلا بس ليه مو تصير اللي هو غير نسبية؟ إن فيها خط. اقرأ اقرأ. كسر عشري دوري، معناها لما يكون عندك كسر عشري دوري متكرار تقدر تكتبه على شكل كسر. كرر له نفس الرقم بعد الفاصلة، ما يتغير. ما راح يتغير. هذا الرقم، الرقم اللي عندك ترى 3.3333، معناها كنا أقول لك 3.1 على 3. أها فهم. معناها هذا عندك كسر اعتيادي، كسر اعتيادي شوف يمك. يعني معناها كنا الجواب أقول لك 10 على 3. هذا جرب، خذ لك 10 وقسمها على 3، شو تشوف؟ نفسها 3.333. خلاص، معناها أقدر أكتبه على كسر ولا ما أقدر؟ إلا نعم تقدر. خلاص واضح؟ إيه نعم وضحت. يعطيك العافية. سؤال ثاني تفضل يا حمد، ولا أنت اللي سأل ما انتبهت؟ أنا اللي سألت. عندك إشكالية؟ إذا ما في سؤال راح أطفي التسجيل. الآن خلينا نحضر. أنس، أنس مش موجود. لحظة. أحمد موجود. حامد يمين جدا. حسن علي حاضر أستاذ. حسن عبد الرحمن موجود يا أستاذ. حمد مسفر موجود يا أستاذ. شبيب موجود. عبد الرحمن محمد موجود. عبد العزيز ناصر موجود يا أستاذ. عبد الله السلام حاضر يا أستاذ. عبد المجيد سعود عبد المجيد سعود. عبد المحسن محمد موجود يا أستاذ. محمد خليل حضرتك يا عبد المجيد. محمد خالد محمد الدوسري موجود يا أستاذ. محمد الشهري حاضر. مرتضى رمضان حاضر. رمضان حاضر. هادي حاضر أستاذ.
هشام حاضر موجود. وليد موجود. يسر ياسر موجود. معناها الغياب فقط عندي أنس. في سؤال أو استفسار؟ طبعا الواجب راح ينزل، يعني عطوني تقريبا نص ساعة بالكثير الواجب راح ينزل. طبعا الواجب عندك ثلاث محاولات، الواجب عندك ثلاث محاولات عليه سبع درجات، راح يفتح اليوم ويقفل إلى الاثنين القادم. حلو؟ راح يقفل اليوم ويفتح إلى الاثنين إيش؟ القادم. واضح يا شباب؟ اي نعم واضح. فخلاص هنا يكون عندك ثلاث محاولات. عندك لمدة أسبوع، عدد المحاولات ثلاث. في سؤال؟ راح يكون من نفس الموقع اختيارات أو شيء زي كذا صح؟ راح يكون موجود، الطريقة سهلة، في اختيارات، في تكتب، في شيء قائمة منسية تختار منها على حسب اللي عندك. ثلاث محاولات راح يبين الخط اللي اخترت فيه، لو مثلا اخترت في جزئين معينة. ما راح، لأن الأسئلة مو ثابتة راح تتغير. فما أطلع عن الإجابات، ما راح تطلع لك إجابات. قولي خطأ يعني وبس، ما أدري. ما راح يقول. لأن لما يقول لك صح ولا خطأ، إذا طلعت عندك طلعت لك إجابة اخترتها خطأ، بتعيدها مرة ثانية بتحط لي صح. صح ولا لا؟ سألمني السؤال المعين وش هو؟ ما راح يعلمك ولا شيء. مثلا هو أكثر من سؤال يعني أخطأت في سؤال، أنا كيف أدري أن هذا اللي خطأ والباقيات صح؟ لأن المخزن موجود، فما راح أطلع لك شو الأسئلة الخطأ، ما راح يطلع لك. آه ما راح يطلع لك أسئلة الخطأ. تمام. واضح؟ عندك ثلاث محاولات. يعطيك العافية. الله يعافيك. في أمان الله. في سؤال يا محمد؟ طيب يا أستاذ، لو مثلا حاولت أول مرة وجبت 9 مثلا، وبعدين المحاولتين الثانية جبت أقل، الدرجة الأعلى. الدرجة الأعلى. الدرجة الأعلى. شكرا. Thank you.